وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد شارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اللي انعقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية من 11 إلى 13 ماي الحالي. سمير سعيد التقى بالدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وين أكد زوز الجانبين على تجذر العلاقات ومتانة التعاون المالي والفني القائم، وعلى الحرص لمزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته في المرحلة القائمة. ونذكر هوني أن وزير الاقتصاد عنده مهمة جسيمة باش يقوم بها في ظل إلى حد الآن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يتم الانتهاء منه، إلى جانب أنه تونس يعني بصدد البحث على تمويلات لتعبئة موارد الدولة، سواء من مصادر داخلية التعويل على قدراتنا أو أيضا التعويل على موارد تأتي من الخارج، مش فقط من صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، فما عدة أطراف أخرى، عدة صناديق مانحة، عدة دول مانحة، وفما بعض الأطراف اللي تربط القروض اللي تعطيها لتونس ولا المساعدات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذاك علاش المسؤولية متاعه جسيمة وجسيمة جدا. قدم الوزير لرئيس المجموعة فكرة حول التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035، وأهم الأولويات التنموية وأبرز المشاريع اللي تم ضبطها ضمن المخطط التنموي 2023-2025، هذا بالإضافة إلى البرامج الإصلاحية اللي أقرتها الحكومة التونسية للرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وأيضا الإجراءات اللي عندها علاقة بتطوير منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وفتح الأفاق أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سمير سعيد وزير الاقتصاد هون يبين أن المخطط التنموي 2023-2025 بما تضمنه من مشاريع تنموية خاصة في يعني خاصة بالمعني في إطار القطاع الخاص وإلى غير ذلك في المجالات والقطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يمثل إطار جيد لتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في الفترة القادمة. من جهته الدكتور محمد سليمان الجاسر عبر عن حرص البنك لمواصلة دعم تونس والمساهمة في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية، وعن استعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة. وكان سمير سعيد عنده لقاء ثنائية أخرى على هامش الاجتماعات هذه جمعته بكل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سيد هاني سالم سنبل، ومدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية سيد عبد الحميد خليفة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات السيد أسامة القيسي، هذا إلى جانب عدد من نظراء لوزير الاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء. المحادثات في المجمل تركزت بالخصوص على سبل تعزيز التعاون ومزيد توطيده، خاصة في هالمرحلة اللي تواجه فيها مختلف الدول الأعضاء تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والطاقي، فضلا على الأمن الغذائي وسبل مجابهة التغيرات المناخية. كما وفرت هاللقاءات هذه زادة فرصة للسيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط لدعوة مسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية الحاضرة ونظرائه للمشاركة في الندوة الدولية للاستثمار اللي باش تنظمها تونس في بداية شهر نوفمبر القادم. إذا تلقى على وعود بمساعدة تونس ودعاهم للحدث الاقتصادي المهم جدا في نوفمبر القادم. اتحاد الفلاحة يركز المكتب التنفيذي الجديد ويوزع المهام تاع أعضائه. ركز الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال اجتماع نهار السبت البارح
مكتبه التنفيذي الوطني الجديد إلى جانب توزيع المهام على الأعضاء. واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة نور الدين بن عياد بالمناسبة أنه مهمة المكتب التنفيذي الجديد جسيمة في ظل ظرف صعب على المستوى الفلاحي لم تعرفه البلاد في السابق، وأن الفترة النيابية القادمة 2023-2028 ما هيش باش تكون سهلة نظرا للتحديات القائمة والأهداف المرسومة استنادا للوائح وتوصية المؤتمر 17. أوضح اتحاد الفلاحين في بلاغ ليه أن المكتب التنفيذي الجديد يضم كل من نور الدين بن عياد كرئيس للاتحاد، الإمام البرقوقي أمين مال، ومعز بن زغدان نائب أول مكلف بالهياكل والتكوين والتثقيف النقابي، وصالح هديدر نائب ثاني مكلف بالصيد البحري، وشكري رزقي نائب ثاني مكلف بالإنتاج الفلاحي. ويضم المكتب التنفيذي أيضا محمد الشويخي كمساعد للرئيس مكلف بالشؤون القانونية والإدارية كيف معناها والإدارة، ومحمد الرجيبية مساعد للرئيس مكلف بزراعة الكبرى، ومحمد ناصر العمدوني موسى مساعد للرئيس مكلف بالأعلام والعلاقات العامة، وإبراهيم الترابيتي مساعد للرئيس مكلف بالمعارض ومسالك التوزيع، ومحمد عبد الخالق العجلاني مساعد للرئيس مكلف بالتعاون الدولي والتصدير. يشمل أيضا زهرة النفاف مكلفة بالمرأة والفلاحة، محمد بن خليفة من جهته بالفلاحين الشبان، ويحيى مسعود بالألبان واللحوم الحمراء والبيضاء، حسن ميزوري بالأرشاد الفلاحي، أنور الحراثي مكلف بالتجارة الداخلية والتسويق والتجارة المغاربية، إلى جانب طارق المخزومي مكلف بالموارد المائية والدراسات الاستراتيجية، وخالد خالد بالأراضي الدولية وشؤون العقارية. كلف سمير قدارة بشؤون الاقتصادية والاستثمار، عادل كريم بالفلاحة البيولوجية، سالم الرابحي بالأشجار المثمرة، فاتن عاشوري بالمشاكل المهنية يعني الاقتصاد أيضا، كما الاقتصاد التضامني، زاد سلم الرمضاني بالمناطق السقوية والخضروات والفلاحة الذكية، أيوب الكعبي بتربية الماشية، ومحمد العيدي بالصيد الساحلي والتقليدي والأحياء المائية. وقد اتحاد الفلاحة على فكرة اتحاد الفلاحة والصيد البحري المؤتمر 17 من نهار 8 حتى 11 ماي تحت شعار السيادة الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية في مدينة تبرقة من ولاية جندوبة. شاركوا في المؤتمر هذا تقريبا 430 مؤتمر جاءوا من مختلف جهات البلاد لانتخاب مؤسسات هذه المنظمة الفلاحية، وبطبيعة الحال عندهم تحديات كبيرة تنتظر فيهم للسنوات القادمة.